نروح لأحد رموز النادي الإسماعيلي حتى لو كان حديث السن، الكابتن حسني عبد ربه، لأنه برضه كان له رأي آخر مختلف هنسمعه عشان نرجع نعقب. كابتن حسني، الإسماعيلي النهارده اتظلم تحكيميا، الكرة بتاعت حسين السيد دي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء؟ لا بص، دي بيبقى فيها تقدير من الحكم، فيها تقدير من الحكم. لو للأهلي كانت ممكن تتحسب. لو للأهلي كانت تتحسب. لو للأهلي وفيها شك تتحسب. طالما للإسماعيلي وفيها شك ما تتحسبش. ليه؟ لأن أنت عارف الإعلام هيبقى ضد الحكم والجمهور وبيبقى تحت ضغوطات، إنما هيقول لك جمهور الإسماعيلي على قد إسماعيلية، على قد ناس مش هتتكلم مش هتهاجمني، فهو بالتالي بيحسبها بالضغوطات اللي بتبقى عليه. هو ليه اتجاه اخر؟ انا قلت للكابتن حسني عبد ربه، ايوه اتجاه اخر، اتجاه اخر عنوانه لو للاهلي هتتحسب. هو عارف انها مش ركله جزاء، لكن هو عايزها لو هي للاهلي تتحسب. يمكن استعرضنا قبل كده ناس كتير قالت لو للاهلي اتحسبت، وردينا عليهم رد اعتقد ابطل النقطه دي تماما. ردنا عليهم رد ابطا النقطه دي تماما يا اسامه. ولو نفتكر احنا في فقره قبل كده تناولنا كابتن حسني عبد ربه اللي كان بينتقد النادي الاهلي اداريا وقتها، وقلنا الوقت علمك. بس اعتقد يا كابتن حسني انك ما زلت ما اتعلمتش، لانك بدات كمان تتكلم بشكل واضح عن ان النادي الاهلي كان هيجامل وجمهور الاسماعيلي، واتقال الموضوع هيعدي. بس تعالى نرد عليك بالمنطق وبهدوء، ومش بكلام فيه إساءة لنادي الإسماعيلي، زي ما في رأيي أنت أسأت للنادي الأهلي بشكل غير مباشر جدا في الكلام اللي أنت قلته ده. نطلع ونشوف الموسم اللي فات النادي الأهلي ونادي الإسماعيلي، وركلة جزاء واضحة للنادي الأهلي لم تحتسب. نشوف اللعبة. لما نيجي هنا نشوف الكرة هنكون في حاجتين، لو الكرة جت في جسمي وبعد كده راحت لإيدي يستمر اللعب، مفيش حاجة. تمام. احنا هنا عندنا مبدئيا الكرة جت في الجسم وقد تكون جت في الإيد، بس أنا شايفها إن ما جتش في الإيد أصلا. يعني باللعبة دي بالفيديو اللي ناس شافوه في غرفة الفيديو ما فيهاش جت في الجسم. نفترض حتى لو جت في إيده، حتى لو جت في إيده وهي جاية من جسمي، جاي من راسي، من إيديا، من بطني، ما فيهاش ركلة جزاء. طبعا هنا حكم الفيديو نادى عاشور، هنا كان حكم الفيديو القرار صح. عاشور طلع شافها وصمم على القرار عاشور، خلاص من وجهة نظره هو محمود يتحمل القرار بتاعه. بس لو كان النادي الأهلي كانت اتحسبت له، على فكرة ده النادي الأهلي، والله النادي الأهلي. وكمان الخطأ المركب إن كابتن محمود عاشور حكم الساحة اللي شاف اللعبة بالشكل ده وكان ده قراره، هو اللي بعد كده لما كان حكم فيديو خد قرار مغاير تماما، وكان بيحتسب ما احتسبش اللعبة دي بنفس التكنيك، ولكن كان قرار متناقض. يعني حتى لو افترضنا ان الحكم هنا كان عنده قناعة فنية، هو اصلا رجع خالفها فيما بعد على مستوى القرار. يعني مش النادي الاهلي اللي بيتجامل يا كابتن حسني، ومش لو كان النادي الاهلي كانت اتحسبت له. مزيد من الهدوء عشان حضرتك تقدم نفسك كشخص يقدر يفيد النادي الاسماعيلي لو حابب تعمل ده. قلنا لكم قبل كده ناس قبل الكابتن حسني عبد ربه قال لك لو للاهلي وردنا عليهم، اعتقد ده رد واضح. الكره ما فيهاش اي ركله جزاء واتحسبت على النادي الاهلي، بس برضو النادي الاهلي فاز 3-0 لان ركله الجزاء دي لم تعرف طريق المرمى. اعتقد وضحنا بشكل كبير جدا ان لو للاهلي الاهلي بيحصل معاه ايه. نطلع فاصل واستنونا، وفقرة مهمة جدا بعد الفاصل.